صباح الخير عليكم وعلى كل من يشاهدنا على شاشة كل العرب ام بي سي. بالفعل أقف الآن على جبل الرحمة لأنقل لكم هذه الأجواء الروحانية والإيمانية، كما بدأ وصول ضيوف الرحمن على صعيد عرفات ضمن خطط سير مرسومة وواضحة لوصولهم بكل يسر وسهولة. وها هم ضيوف الرحمن يقفون على جبل الرحمة، داعين الله عز وجل بأن يعتق رقابهم من النار. وها هي أكف الضراعة مرفوعة إلى الله عز وجل في أفضل الأيام يوم عرفة. خلونا نعيش مع بعض ونشوف مشاعر الحجاج وما هي الدعوات اللي يحملوها في هذا اليوم الفضيل. في بداية أول شيء أهلا وسهلا فيك اليوم معنا على شاشة ام بي سي، خلينا نتعرف عليك. منظور محمد، أنعم وأكرم. اليوم أنت موجود على صعيد عرفات، كيف هي الشعور اللي أنت تحمله اليوم؟ والله شعور لا يوصف، والله شعور لا يوصف، ما يعلمه إلا الله عز وجل. الله يعني دعيت ربنا أن أنا أجي هنا وفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والله شعور لا يوصف، شعور لا يوصف. حس يعني جسمك بيقشعر، قلبك بيقشعر، حاسس ان حاجة بيتمنها اي حد في العالم. والحمد لله على نعمة الاسلام، الحمد لله على نعمة الاسلام. اليوم الله سبحانه وتعالى نادى وانت لبيت هذا النداء، وانت اليوم تقف على صعيد عرفات. ما هي الدعوات اللي اتيت بها من مصر حتى تقولها في هذا اليوم الفضيل على صعيد عرفات في جبل الرحمة؟ الله لا إله إلا أنت سبحانك وحده لا شريك له، لا الحمد ولا الشكر، هو على كل شيء قدير. اليوم في مشاعر داخلك، شايفك من أول نازل مع الدرج وقاعد تدعي الله سبحانه وتعالى، إيش في دعوة بينك وبين الله كذا؟ والله دعوتي إن ربنا يستجب دعواتي، إن يكرم أبويا وأمي بهذا اليوم، وربنا يكرم زوجتي ويكرم جميع المسلمين أجمعين، وربنا يبارك في أولادي وأشوفهم أحسن حاجة في الدنيا إن شاء الله. شكرا لك، شكرا لك. برضو معانا مشاعر أخرى، أهلا وسهلا فيك، خلينا نتعرف عليك. من وين؟ سمير من مصر. أنعم وأكرم سمير. سمير، اليوم الله سبحانه وتعالى اصطفاك أنك تكون ضيف من ضيوفه واقف على جبل الرحمة تدعي الله سبحانه وتعالى، كيف هي المشاعر اللي تحملها؟ أدعي وأقول لربنا يوعى كل مشتاق، يا رب ما حد يجي ما يزورش المكان دوك، وندعي بالربنا اللي الناس كلها تيجي هنا وتشوف. والشعور اللي انا حاسه مش قادر اوصفه، لان اللي يجي هنا هو اللي يحس بيه، بس ما حدش يقدر يحس بيه الا اللي يوجد هنا بيه بس. ونحمد ربنا على كل شيء. الله اله الا انت وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا رب وعك كل مشتاق يا رب. ايش الاحساس اللي تحس فيه؟ إحساس جميل جدا ما يقدرش يتوصف به لأي بشر إلا لما يكون هو في نفس المكان اللي يقدر يجي يحس هو نفسه، مش قادر أوصفه من كتر حزن في قلبي. فنحمد ربنا على كل شيء يا رب. دعوة تحملها من مصر حتى تقولها على صعيد عرفات؟ رب يوعى كل مشتاق يا رب، وربنا ينصر إخواتنا الفلسطينيين. يعطيك العافية، شكرا لك. طبعا هذه هي الأجواء الجميلة من صعيد عرفات، مشاعر جميلة، دعوات صادقة من ضيوف الرحمن داعية الله عز وجل بأن اللهم يعتق رقابهم من النار، وأن يزور هذا المكان كل مشتاق بإذن الله تعالى. هذا كل ما لدي من جبل الرحمة.